من القرايه الى الكوره. بكره بقى مباراه ساخنه قويه، مصر والمغرب، مباراه عربيه افريقيه خالصه ذات طابع خاص، لا تقبل القسمة على اتنين في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية. شايفين احنا التدريب، الفائز في هذه المباراة هيصعد إلى نصف النهائي ويواجه الفائز في مباراة الكاميرون وجامبيا. حلو كده؟ طيب في النهاية هي رياضة، هي كورة، يعني لازم نبقى فاهمين ان احنا بنلعب رياضة مهما كان شكل التنافس، لازم نبقى فاهمين انه لازم كلنا دون استثناء نتحلى بالروح الرياضية. طبعا صعب اقولك مثلا لو انت بتشجع منتخب مصر واخوك بيشجع منتخب المغرب، دي استحالة، ما اخوك ده بالتأكيد مصري زي حضرتك. لكن هنا بقى لو انت مثلا مصري وزوجتك مغربية او العكس، هتعملوا ايه وانتوا تتفرجوا على الماتش والتشجيع؟ هنقدر نتحلى بالروح الرياضية؟ هنقدر نبقى بنتفرج على رياضة إلى آخره؟ عندنا في مصر النموذج ده تحديدا في مدينة المحلة، زوجين مصري ومغربية بيقدموا نموذج رائع جميل للروح الرياضية. تعالوا نشوف إزاي يستقبلوا أو ينتظروا هذا اللقاء معانا على زوم. صح، الزوج المصري الأستاذ خالد وزوجته المغربية مدام حسناء، أهلا بيكم. اهلا وسهلا يا فندم. ازاي الصحة؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. والله ازيك يا استاذ يوسف؟ ازاي الصحة خالد باشا؟ النونو اللطيف ده اسمه ايه بقى؟ ولد ولا بنت؟ انا مش شايف كويس. ده ولد، ده ادهم. ادهم؟ يا ترى ادهم بقى هو اللي بيشجع مين؟ ادهم دلوقتي هو اللي هيبقى محتار او هيحتار في يوم من الايام. اكيد ها؟ اكيد مصري. هنا طبعا مدام حسناء هتقول لا. ازيك يا مدام حسناء، منورانا يا فندم. هيشجع المغرب وهيشجع مصر. هيشجع المغرب وهيشجع مصر. طب قولوا لي هتتفرجوا ازاي بكره على الماتش؟ انا اشجع بلدي وهو يشجع بلده. اوكي طيب، محدش فينا يزعل يا فندم. ولو مصر فازت هتعملي ايه؟ هتوزعي شربات ولا لا؟ لو مصر فازت تعملي ايه؟ والله يعني سواء مصر او المغرب كلنا الحمد لله عرب. صح. يعني والفريق القوي يفوز، مش كده برضه؟ كلنا عرب وكلنا واحد، بس انا اتمنى يعني ان الحظ يكون حليفنا وان احنا نكسب ان شاء الله. طب انا هقول لك اقتراح بقى، وانا استاذ خالد هو صاحب القرار النهائي بقى. اتفضل. لو مصر فازت توزعي شربات، ولو المغرب فازت تعملي اكله مغربي وتوزعها علينا احنا بس. لا يعني تدوقي الجيران. بس كده من عينيا. ان شاء الله هتوزع شربات، لان مصر هتفوز. شوف استاذ خالد قال لك لا، هي هتوزع الشربات. حزينه لو مصر فازت ان شاء الله بكره 2-0 محمد صلاح ومفتح باذن الله. 2-0 ده توقعاتك. طب ما دام حسناء توقعاتك كام لو المغرب فازت تفوز كام؟ لو المغرب فازت؟ ها 1-0. 1-0 ان شاء الله. 1-0. شايف طيبه ازاي؟ ربنا يخليكم بعض. ما شاء الله الفريقين قويين يعني، ومصر يعني فريق ان شاء الله. بس احنا نعمل اللي علينا واللعيبه تلعب بروح، لان صحيح لحد ماتش كوت ديفوار ما كانش في روح. يعني انا حاسس لحد كوت ديفوار ما كانش في روح، ما عندناش روح، مش عارف نمشي في الملعب ليه. والله بص، هو انا كنت عاجبني يعني، كان عاجبني الماتش بصراحه، كان سخن برضه، كان سخن، لكن هو كان حلو. بس ها قول، الفرقه دي يا استاذ يوسف، كانت بتعمل لنا الف حساب. يعني احنا كنا بنقابل الفرقه دي كوت ديفوار او اي فرقه من شمال افريقيا، المغرب، تونس، الجزائر، كانوا بيعملوا لنا الف حساب. دلوقتي اللعبة بتنزل يعني يقسموا عليك، بيلعبوا عليك كوره. لا مش قوي، لان مفيش شوف بقى. يعني مفيش عايز الحق. يعني الفرقه بتاعت المغرب منهم من دول 32، فرقه المغرب فرقه تقلق. احنا عدينا منهم من دول 32، احنا عدينا بدعواتنا. يعني احنا عدينا بدعواتي الجمهور، ونعم بالله سبحانه وتعالى يستجيب للدعاء.
بس فرقه المغرب، وانا يا استاذه حسناء طبعا هتايدني، فرقه المغرب فرقه شديده وتقيله، ربنا يستر ويتخاف منها بصراحه. ربنا يستر، هو هي لو غلبت هصفرك. هو احنا اكيد اكيد بنتمنى ان احنا بقى يعني طبعا نفوز، و2-0 و3-0، بس هو حقيقي الفرقه شديده والفرقه جامده، واحنا هنشوف باذن الله بكره ماتش زي الفل، ويترفع العالمين ويبقوا عالمين زي الفل، اشقاء في الوطن العربي، اشقاء في القاره الافريقيه. ربنا يديم المحبه ويخليكوا دايما لبعض، ويكتب لكم دايما الخير والمحبه والسعاده. وسلم لنا على الأستاذ أدهم المشجع الصغير، شكرا جدا أستاذ خالد، شكرا جدا مدام حسناء، نموذج لطيف ظريف لفكرة إن احنا بنتفرج على رياضة وبنتفرج على ماتشات ومفيش أي مشكلة، واللي هيكسب هنهنيه ونوزع شربات نعمل أكل مغربي زي ما يطلع عادي، فين الأزمة؟ المهم الفرقتين يلعبوا حلو على قد ما يقدروا ويبذلوا كل الجهد، وربنا بإذن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا بكرة الخير. مش قادر برضه أمنع نفسي، إن شاء الله هنكسب 9-0 وهنرفع بقى لفوق عشان بعد الفصال يوصلوا 2-0. ماشي.